عم بقول لك بيع المعمل. شو يعني بيع المعمل؟ رح تخسر القوة السلطة من هاللحظة. بعتبر انه المعمل تسكر والشغل فيه. وانا مش رح يكون ممنون. بعد كل هالمشاكل خلص بكفي هالقد مش هيك؟ عصبة وانا هلأ معصبة فهرب احسن لك. فارس شو في فارس؟ عيش بغير دنيا. حبيت اني اعمل مفاجأة للكل واسأل كارين قدامكم تقبلي تكوني خطيبتي؟ بلاها الشغلة يا يوم. الجزء الثاني من ما فيي انسي لأنه ما بقى لك انسي يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.